عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد في مجلس رايب الجزء الثاني. أعجبكم الجزء الأول وأعطيتونا من اللايكات والاشتراكات والأشياء الطيبة، قلت له والله ما أسحب عليهم يستاهل وأجيب ضيوف جدد طيبين. أي والله يا هلا. طيب كالعادة يا جماعة الخير، ما نرتب شيء ما نسوي شيء، نضغط ريكورد ونبدأ. قسما بالله العلي العظيم ما أدري إيش السالفة. هذا النظام، هذا مجلس. تعال اجلس في مجلس اسلام يا اول شيء كبير. طبعا محمد عبد اللطيف هذا احد كبار شركة العبد اللطيف للإنتاج والتوزيع، عندهم معرض سيارات. عشان أقول على بينا ما في كت؟ لا ما في كت. إحنا بالله. أبداً. والله جد. أي والله. طيب لا يا خالد. كنت وش هذي بيدق كاس الكاس خمسة. أعطيك. طيب. حياكم الله يا أخوة الكرام. طيب إيه ما في رسميات، خلنا نتنفس الحين خلاص كشف لكم يا جماعة. ما في كشف. ذكر يا جماعة طبعاً الراعي الرسمي لأي مقطع الباور إس إكس بي إخوان في أي مكان طبعاً نقدر نسوي شيء. صار. أيضاً متجر فارس يا جماعة اللي يبغى. سلس؟ ايوه سلس. انا كنت بقولها. طيب يا جماعة الخير، اول موضوع بنبدأ فيه وشو؟ اول موضوع عندي سؤال. للحين متجرك صامل 23؟ للحين ولا 10 سنوات قدام. اي سوق البعض والله وحتى يفرن برضه. يا فارس اسمع اسمع، انا عندي عرض، عندي لكم عرض طيب. دور يسوقون لا 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 ما حد طبعا يا جماعه كان نايم شفته من فراش حطيته لا لا والله ما زالت موجوده والله ما تماني رجع خلاص لا اسحب في شعره طويله اخر كان التيس السوري رسمي يتفقد اسمع اسلم اسمع انا مستعد افتح لك متجر بكره باسمك جاهز مع تصميم مع تصميم وموقع كل شيء ما يصير اعلانات يا عيال احمد يحب الفلوس يا اخي ثواني اذا فتحته معاه مواضيع فلوس ما يوقف اسلم والله العظيم يجيك جاهز كل شيء بس قل تم واقول لك تم هذا بيفتح متجر فيفا ما ادري انت صامل داخل السوق يا جماعه صادق طيب دقيقه صادق انا داخل السوق ايفو ان موجود في ال نحط لك يا عيال انا التسويق صارت اليوم موضوعنا يا جماعه الخير عن لي نسبه بما انه في عندنا ضيف محتوى اخر غير انه محتوانا مع انك انت دخلت سيارت عليهم شوي يعني جاك شيء طيب نتكلم عن الكوره الله جوي انا سمعت انه فارس يشجع الهلال كان ولا يشجع النصر اسالك بلاك في الهلال اي والله ليش شجعت النصر انا وقف أيوة قبل الجو هذه كاس هذه مستحيله كاس لا هذه مستحيله المفروض يعني هلالي يعني اذا انا هلالي بشجع على طول اروح الاتحاد الشباب حلو الشباب الرايد حلو التعاون يعني ممكن نصراوي يصير هلالي بس هلالي شنو نصر طب اقول لك شو السالفه اسلم انا اخوي الكبير هلالي اروح مع الملعب شجعت الهلال لين خمس كم كان عمرك؟ لين خمس دقايق وانا هلالي يعني يوم صغير يوم صغير كنت لين خمس دقايق وانا هلالي حلو لين ذاك المجلس اللي مع عماني ابوي جالس ابوي نصراوي قال فارس اليوم نهائي النصر والهلال 2008 كاس الامير فيصل حلو ابعطيك 50 ريال وشجع النصر 50 ريال دي وقتها 50 ريال يا رخيص اي وقتها كان هذه وقتي يا عيال قال 50 ريال وشجع النصر ولا تفرح ولا بهدف لا انا كنت انا متعصب ولا تفرح ولا بهدف لا قلت له انا قلت له تم رخيص والله العظيم انت اعطيني اياها وشجع النصر ذيك المباراه وشجع النصر والنصر يفوز وافرح وانبسط من عقبها تعلقت طبعاً شو انا تعلقت بالنصر حلو يعني بخشم الريال اسمع انا تعلقت بالنصر ب50 ريال تعلقت بالنصر حلو الكل هلالي كل بيئتي هلالي هي الكل يطقطق ابوي ينسحب خلاص اعتزل النصر انا الوحيد صرت نصراني سالت كل الكل فلذلك اذا جاني ولد اقسم بالله العظيم لا 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 تسميه نصر ابو نصر اعطيك كف ما اخليه نصراوي ايه لا ما تدري يا اخي ايش يصير بالنصر انا بانصح لا لا انا بانصحه انا ما يصير نصراوي لانه طيب اجتماعي قوي عليه بكم الموضوع الثاني كل ما زالت الجلسه مودي كم لك في اليوتيوب كيف مثلت في شباب البوم وكيف هذا مودي لا 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 في سالفه لا ايه قريبه ايه قلبوا عليك الناس فيها وش هي فتقدر تبرر بقناتي انا اقسم بالله صح ايوه صح تبرر له صح موضوع تغير الاجيال تغير الاجيال ايوه طيب والذي انزل المصحف اني انظلمت فيها وكلتم معاي وانا منغبن ومنقهر وبشايع يقول يا اخي يا اخي يعني كيف ترضي الناس كنا بسفره يعني مسافرين من السنسين طبعا مرضت 6 ايام 6 ايام المرض في السفره هذا واحد اثنين سبب الموضوع لا مو بسبب الموضوع عاد مو بسبب الموضوع بس يعني تغيرات الجو اوكي
كنا نسولف مع احمد شو بودكاست ابراهيم يتكلم عن الموضوع والحجاب ما الحجاب ما نعرف ايش. قال نقطه اخيره اللي هي البنات يصورون مع العيال في اليوتيوب مدري ايش. قلت هذه اجيال اللي هي التصوير قصدي التصوير اوكي جو العالم ينزلونها في التيك توك. والله اني مظلوم اقسم بالله اني انقهر والله اني مظلوم. مع ذلك تكلمت في السناب قلت انا قصدي ان اجيال التصوير مو الاجيال هذا الدين واحد ديننا واحد ما حدوها على انه يا سلام تغير ايش وايش سلامات يا ابوي وين لا لا غلط ستوب انا في الدين ستوب نهائيا. يجي يقصون المقطع وينزلونه. انا تكلمت في السناب قلت الله لا يسامح على دنيا ولا اخره بس الان مسامح هي اهم شيء النيه اللي نزلوا نزل واحد في تويتر وفي بس الله يسامح النيه اهم شيء اذا نيتك طيبه صدقني مره قهر غبره كنا مستانسين مخذين لفلة والقرد كذا دخلوا نايم ماني عارف ايش ليش الوضيعة تجون مسافر ليش مغروب والله مغروب والله قهر والله تغني ويقول ليش ما تطلع تبرر وش تبي انت ما فهمت اجابته ايش تبي يا اخي داخل في نيتي انت دفن التصوير يا اخي نفسته لا 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 تعرف الجدل اي فعلا تبون مواضيع تعرف الجدل لا لا تبي نحول عليك لا في شيء والله علي أنا. بعدين كذا بتناظر كذا لا يا منتج كت اللي تبي احول عليك مش إيه علي. ترى الجدل تبي احول عليك علي. لا هالمره بس حول عشان اطلع صوره مقاطع ما في شيء والله طيب ابو شعيب امنيه احمد القحطاني وش امنيتك احمد والله اني اتكلم صدق في الدنيا ولا في الاخره في الدنيا الاخره نعرف الجنه لا هذه الاخره الدنيا والله راحت البال هذه امنيتك بس راحت البال ابغى بالي كذا ارتاح وما اشيل هم وهذا شغالي الحمد لله يعني كل مالي قاعد اريح بالي طيب اذا قالوا احمد بعيد عن السوشيال ميديا وظيفه معينه بتوظفها او شيء وظيفه خارج السوشيال ميديا ايه بعيد عن السوشيال ميديا شوف اللي انا كنت ماشي على خطاه كنت مهندس بس ما كنت ابغى اصير مهندس الصدق الشيء بتفرح فيه انا اكرفني ايه حق سوى مسكني حاجه ونام انا اخلص لك اياها كيف خلصت انا اخلص لك اياها لا تمسكني مشروع تمسكني حاجة كبيرة أبغى أسوي أشياء تغير سواء في المجتمع سواء بالزل اللي أشرب شاهي يعني فممكن أني بأروح على جهة الشغل البزنس يعني قد جربت طيب؟ لا لا اي قد جربت بزنس إيه. تمسك البزنس أنت تمسك لا بزنس الآن ما عندي مستحيل ما يقدر الآن ما عندي مستحيل لا قد جربت قبل تمسك بزنس؟ قبل زين معي 500 ريال حق تمكار زين الله زين مودي وشو؟ انا لو اقول لك امنيتي ما ادري اتوقع انا امنيتي؟ اي امنيتك وش هي؟ العافية ايه اسال الله ان يعافيك لا مو بنا بس الناس كلها ايه شو؟ العافية حسيت انها سبت الله يعافيك والله حسيت خاطر والله فارس انا والله يمكن تصدمون يمكن انت فارس وش اللي امنيتي في الدنيا؟ والله يا رايد اتمنى ان امي وابوي يكونوا راضين عني هذا اهم شيء الله 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 هذا اتمنى والله انا امنيتي وش يا جماعه امنيتي اني اكون امام مسجد وتالله وايم الله واقسم بجلال الله الذي خلقني وسواني وعدلني انه الى يومكم هذا امنيه حياتي اني اكون امام مسجد انا الامام انت الامام وتالله هذه سالفة قبل كم؟ قبل أربع أيام وخمس أيام صار مع فيرفون واسأله أمنية حياتي يكون إمام ولو جتني فرصة تأذن وتصلي أأم بالناس الله أكبر هذه أمنية لو تكون إمام إلى يومك هذا الحرب. لو جتني فرصة المسجد اللي جنبنا هنا طيب تخيل تصير إمام بالمسجد بعدين ترتفع شوي مساجد كبيرة بعدين تروح الحرم وكيف؟ والله العظيم فكرت كثير ترى أفكر كثير بسيادة أقسم بالله ورب يا أخي ما شاء الله أي والله والله ما شاء الله طيب خلنا نسولف عن موضوع أسلم تحبونه كلكم الفلوس أوه لا إله إلا الله بس ما نبغى ندخل بالسوشيال ميديا نبغى كنا جلستنا العادية زينة الحياة الدنيا المال المال بنو حياة الدنيا يا سلام طيب الآن اللي أنا ألاحظه وممكن الكلام هذا يعني يغير في بعض الناس اللي أقصدهم مجالنا فيه خير الحمد لله ما حد يجهل في خير ولكن الخير اذا جاك كيف تتصرف فيه نضرب مثال قريب وبسيط
رايد. يرجع رايد. لازم يا رايد الآن نتكلم في هذه النقطة قدام الناس. رايد يا جماعة قاعدين نعاني منه مشكلة، قاعدين نطلع بحلول، قاعدين نسوي أشياء نعالجها. فعلاً. يا أخوان ينعطى مبلغ، نغمض عين نفتح عين يختفي المبلغ. صادق. شلون؟ شلون؟ مثل أنا مثله. لا لا. أنا هذه تعتبر مشكلة. كل اللي داخل عندي ما لقى. إيه. انا عندي مشكله، انا عندي مشكله. تدري مين 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 اللي ضدي تماما؟ احمد عكس تماما، مو مقصر يعني، مو مقصر على نفسه. لا كل شيء يروح له، مثلا يروح المكان بياخذ افضل شيء، يروح طيران افضل شيء، بس انه يقدر يمسك فلوس. انا عكس، ما اقدر امسك فلوس، عندي فلوس في شيء ما يدرون عنه ترى. الان بيعلمهم احمد وش صار، وش الحل اللي خلاني. خلينا نقول لكم وش قبل ما ندخل في الحلول. طيب اول شيء رايد مثال عشان نقفل المثال هذا، اي مبلغ يجي يركز على انه يصرف على متعه نفسه. انا معك، متع نفسك وكافئ نفسك لكن بحدود المعقول. صح. لازم في فترات ان تمسك فيها نفسك عشان تامن بعدين المستقبل ايش بيصير فيه. صح. واضرب امثله على بعض الناس كثار بدون ما اذكر اسماء. اول ما يجي مبلغ اول شيء يفكر فيه سياره لي، ابغى سياره، ابغى لي مرسيدس ولا ابغى لي الموتر الفلاني، ابغى ليش؟ ولا اقدر ابي بنزين. مرسيدس اقدر ابي بنزين. فموضوع انك تحط حاجه ما هي باولويه لك وتحط فلوسك فيها، هذا شبه غلط. فالان حتى برضو اكلم العيال، اللي يجيه مبلغ او يجيه شيء لا يفكر بحاجه ياخذها لنفسه يمتع فيها بعدين ينتهي، خذ حاجه على مدى بعيد، جمع فلوس. كلنا ما نختلف على هذا الشيء. الان كل واحد يبغى يبني بيته. اكيد. يبغى يأمن مستقبله. يبغى مشروع بكره بالسوشيال ميديا انتهت، تأمن مستقبلك. ما يكون خلاص اذا خلص اليوتيوب، ترى تهكرت اليوتيوب تقريبا ب 2013 او 2014 ناسي، تهكرت سوني. تذكر الفتره هذه؟ ايه. بلاي ستيشن تهكرت في العالم كله. شهرين جلسنا انجنوا، شهرين اتوقع اكثر بعد. تخيل شركه بلاي ستيشن، بلاي ستيشن تدخلها وبعض الناس ممكن تتذكر ما لك تلعب ولا لعبه، عندك تسوي شيء، ما عاد في اون لاين. شهرين المبرمجين ما صاروا يلعبون اون لاين، اون لاين ما عاد فيه. فرضنا صار شيء يا اخي، اقرب احتمال صارت حرب مثلا، وصار ما صار انضربت مثلا السيرفرات، يا ساتر خرب الانترنت في اي مكان، وش بتسوي؟ تلفت كلنا بنضل بنتلفت. والله ما عندك شيء. والله تلفت. والله اللي ما عنده شهاده بيتلفت صدق، اللي ما ضبط وضعه قسما بالله كلام كبير. هذه ترجع للي ما جمع فلوس. الان انت عندك وضع حالي، لا تفكر فقط بمتعتك، على الاقل اضمن وضعك ومدخول شهري بسيط يامن وضعك. بعدين فكر بالمسؤوليات والمفرحات اللي انت تسويها، سواء سفر، سواء سياره، سواء لبس من اغلى لبس، جوال من اغلى جوال، هذه كلها اضمن الشيء الاساسي. وشو البيت؟ اي والله انضمنت البيت، جت الملحقات. اقل شيء عقار، جت الملحقات حاجه تغطي لك حتى بعد كم سنه يصير لك شيء. صح. يعني صهيب سوى شيء ما بصرح فيه، قبل يسافر فلسطين، قبل يطلع من فلسطين خذ حاجه بسيطه كذا له عشان يضمن. انا رايح من مدينه جديده ما اعرف ايش يصير لي هناك، فلازم امن وضعي. نفس الحكايه مع باقي الشباب، الحق والله واقول لهم بدون ما اقول اسمائهم، يا عيال غلط، ليش تفكر عن سيارة؟ خذ لك حاجة لك أنت مستقبلا. أنا بقول لكم إياها، أنا يا أحمد، أنا بالنسبة لي بدايتي غلط غلطة. جبتني فلوس أيام ما قديم، بعضكم يذكر، شريت سيارة. شريت لي مرسيدس إي أذكرها، وكالة 2021، والله ما كملت معي شهر ونص، بعتها على طول. وبخسارة. لا خسارة أتوقع بسيطة على استعمالي. ما ليه بعتها طيب؟ ليه؟ ليش ما احتاجها؟ انا ما ما يحركها، ما حد فينا يطلع جيمنج قاعد على السكرين. انا جالس في مكاني اشتغل، مكاني ما اطلع، انام اقوم على جهازي، انام اقوم على جهازي. ليه اشتري سياره بهذا المبلغ؟ مبلغ كبير. فمن بعدها جاني واحد من الشباب فيصل، يجي فيصل يجي من الناس اللي عقليته تعجبني. هذا فيصل ذكي وبزنسي وكويس. احمد اللي قاعد تسويه ترى ممتاز، بس ركز على هذه النقطه، هذه نقطه، هذه نقطه، وضح لي كذا اشياء انا ما كنت حاطها بالحسبان. يفهم وامسكها واركز على هذه. اوكي لازم الان اضبط وضعي من الناحيه العقاريه، اضبط وضعي من الناحيه الفلانيه، اضبط هنا، اضبط هنا. اول ما ضبطت اساس نفسي المتعه. يا سلام استمتع الان. احسنت والله 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 احسنت. شوف ضمن الاساس، الاساس يا جماعه اكثر الان بالذات اللي بمجالنا، سواء اذا كنت يوتيوبر او ستريمر، متع نفسك، ولكن حط ببالك انه ممكن حاجه ممكن تصير انه يتوقف الشغل اللي انت قاعد تسويها. فرضا والله لا يقوله واحد سوى زله انتكست الناس عليه، انقلب بدل ما هو طالع صار نازل، انتهى مجالك، وقفت. صح. ايش بتسوي طيب بعدها؟ خلاص انسى موضوع السوشيال ميديا الان، عندك حاجه لازم تسويها. فنفس الحكايه مع الكل، اروح عندي على نفس الحكايه برضه اقول لهم، فيرف والغيره من الناس، ولد سوي لك كذا، ضبط امورك، عدل حاجه، سوي حاجه لان انت تحتاجها مستقبلا. ويوم سويتها والله ان الراحه في القلب مش طبيعيه، في راحه، تحس انك الان بنيت الاساس خلاص، انت مرتاح، الملحقات تجي. وانت انت كلام لك انت. اعرفكم واحد واحد من الشباب. مين مين ها ها ليش سيارتين؟
ليه ثلاث سيارات؟ استغفر الله مين هذا؟ واحد لا 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 يا احمد 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 مش احمد لا يا اخي يعني لا 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 هذه يعني احنا قاعدين نبني الاساس اذا شفت موزي والله اني ارتاح انه في واحد اطقع مني اطقع مني مودي باوفر انا على شيخ مين فرايد سويت معها اي نعم هذه انا والان قدامهم بتعترف فيها وبترسمها اصبر رايد يا جماعه الخير الان داخل دوره عسكريه راح تشوفونها وباذن الله الشهر هذا يفرق فيه افتح افتح كم تعال اندومي يا اخي ابي اندومي بالعافيه بيروح بنا عادي شكرا حبيبي اشبك رايد يا جماعه الخير الان داخل دوره عسكريه مدتها شهر 30 يوم ممنوع الانقطاع ممنوع السحبه سواء من البثوث او من مقاطع اليوتيوب وفوق هذا ايضا ازيد واضيف ان اي مبلغ راح يدخل بحساب رايد ما راح يتحول راح يكون في حساب فرعي انا مسؤول عنه بالكامل الايميل والباسورد عندي ابغى مبلغ يجي يطلبني غير هذا في حال نحتاج مبلغ الان احمد ابغى مبلغ الان لا تو مبلغ الان عندك حل واحد وحيد انا ما اكلمك غيره تفتح بث يجيك دونيشن تاخذ لك اشتهاد يا ساتر يا ساتر انا طلبت منه حاجه واحده عطني شهر 30 يوم بعدها بتقول لي اعطني وشي بقطع على طول ولا افتح فمي ما افتح فمي صادق دورة مدة 30 يوم شوف الناتج في النهاية ما جاز لك والله العظيم كل اللي عندي لك خذ طيب انا بريء هذه سولفنا ممكن انتم ما تدرون وانت يا فارس انتم مو تدرون سولفنا انه احمد انه الى متى تو ماتش انا يوم دخلت ال 30 قلت يا ولد والله صادق ولد ايش الوضع ايش الوضع قال عندي الموضوع طا 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 قلت بجرب احنا في اكتوبر 10 اكتوبر سميت يا شباب اخبرني بالنص يا اخبرني بالنص مر 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 لا تعصب لا تعصب اندومي وشاي ما ما حد لا والله جنبه شوف اشرب شاي ليه مودي بيجيك تليف بالمصارين بعدين بطل الحبيب الو تعالوا والله لدعي عليك لا لا والله جاي مع اندومي أنا مهم أيوه فعلا 30 يوم أسلم رايك ف30 يوم هذه أجرب هي بداية بداية خير أنا جتني مبالغ ما جاني منها ولا ريال أنا طبعا مو أنه بصرافتي ما في ولا ريال لا فلوس اللي تمشيني بس مو اللي تسفرني وتروح لا تمشيني جلد لكن في شيء ثاني مخليني أنسى من اليوتيوب والله العظيم إيه؟ الاشتراكات اي والله ورب الكعبه يا طار والله مره خطت المليون قبل نهايه السنه هذه بتضبط باذن الله باذن الله اقول طرطبت والله صرت اقيم اشتراكات اشتراكات هنا فلوس من هنا مقطع قبل اربع ايام ولا خمس ايام بيوصل مليون وصل وصل مليون وصل وفي ثاني وراه ثاني وراه ما تدري عنه اللي بعده ترى 700 الف اذا ما تدري اسك منه صدمتك صح تقول لي شايف قناتي يا رب بارك اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك والله يا جماعه الخير لو اشكركم من هنا الى عرب لازم وش قاعد يتكلم عنه لو نزل مين طيب طيب اي والله ان شاء الله بنجرب ان شاء الله بعلمكم التجربه هذه بعد شهر اذا نجحت والله وات الله اني مره اخذ منها ريال هذا كم احنا حاطين هدف حاطين رقم اتفقنا عليه هو الهدف الرقم هذا لا ما بنصرح فيه طيب في شيء بصرح فيه في بثك بثك في مقطعك صرح ابى اعضل في النادي حقنا اللي بالفيلم ايه طيب سخن يا مستعير قسما بالله اني قاعد افكر قلت طيب انا قبل اتمرن الحديد لازم في سير اروح يعني الصاله وماني عارف ايش واليوم مشاي اصور الحمره من اخذها تدري من بدايه خربان تدري مو انا عندي سيرين لا تدري انك انت من اسرع الناس اللي بديهم يعضلون والله العظيم لانك ناشف ناشف انت بس بيك وش ذا وش ذا كنسل كنسل والله علي والله كنسل والله انا عندي سؤال يا عيال بما انكم كلكم حقين سناب أبسألكم سؤال خلكم واضحين معك أنا جدا واضح عندك العلم وش أفضل من ناحية والشهرة السناب ولا ليش تتكلم الحين ولا بعد الحين الآن هذه اللحظة الحين أنت حلم بين إيش وإيش بين السناب واليوتيوب من ناحية الفلوس والشهرة ليش ما تقارن اليوتيوب والتيك توك لأن لا لأن التيك توك ما يكون فيه فلوس عالية لا جمهور ممكن في البثوث بس ك الحريم الرجال الاطفال الصغار اللي توه بالغ اللي بلغ اللي بيموت كله تبغى تيك توك تيك توك مقاطع سريعه بس السناب لا يتعلقون بشخصيتك اليوتيوب يتعلقون بشخصيتك فتاثيرك اعلى
تحصله في السناب ولا اليوتيوب. هذا يعتمد على المنسق اللي ماسك حسابك هو اللي يجيب الاعلانات. والله العظيم اليوتيوب اقدر تكون عندي منسق او منسقه تجيب لي بالاسبوع اعلانين. اي بس اعلان سناب غير اعلان اليوتيوب كمبلغ. لا مبلغ اليوتيوب اكثر. لا اليوتيوب اكثر. اليوتيوب اكثر من سناب. طيب هلا والله كذا شخص هلا كذا شخص معين ممكن. لا وقف انت تقارن الحين السناب بناس يعني مره مشاهير السناب. اي انا قارن مشاهير السناب مشاهير اليوتيوب. وبعدين السناب 24 ساعه تروح الاعلان اليوتيوب لا انت بتبقى. طيب لا يبقى. انا بقول لا انت بصبر قال لي اعلى مشهور في السناب اعلى مشهور في اليوتيوب. لا صح عليك صح من اعلى يقولون في مشاهير يعلنون بالسناب يعلنون 70000 100000 طيب قليله في ناس طلع عليه رجع انا اشوف عيني. طيب انا بقول اللي ببالي لان في هبت صار تو في هبت صار لا 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 ايه اول شيء ما يقارن دخل السناب باليوتيوب. السناب اعلى. السناب اعلى بمراحل لا تعد. السلام عليكم. ليه؟ ليه يا احمد ليه؟ ليه؟ يوميا اصور سناب، يوميا انزل اعلان، وانت في اليوتيوب تنزل في الاسبوع او في الاسبوع اذا كثرت اعلانين، هذا كثرت مره. في ايام توصل عند بعض المشاهير انه ينزل لك في اليوم الواحد اعلانين لثلاثه. غير الاشياء غير مباشره غير الحضور والتغطيات، اليوتيوب ما عنده حضور وتغطيات، ترى حضور وتغطيات مبالغها عاليه. رقم اثنين. رقم ثلاثه السهوله، لو بتكلم عن السهوله، اليوتيوب كيف نظامه؟ تصور المقطع ترسل الشركه تضيف عليه مونتاج تضيف عليه اديت تودي لهم يعطونك تعديلات تعديلات مره ثانيه. السناب يجيك المونتاج تصور على طول انت النقاش صح. ففي سهوله وفي مكسب اكثر، ولكن في سلبيات وفي ايجابيات. هنا كل واحد توجهه وين. صادق الصدق كل واحد توجهه وين. انا بالنسبه لي لو تخيرت بين جميع المنصات والله ما غير يوتيوب. ما غير يوتيوب. هو اليوتيوب تكبر بكل المنصات. اشوف ان اليوتيوب اساس عندك. هو الاساس اصلا بكل اللي تحرك جمهورك فيه على اي مكان تبغاه. هو الاساس اصلا. يعني اذا اليوتيوب قوي واساسه قوي تقدر توديه في الانستغرام، تقدر توديه في تويتر، تقدر توديه غير سناب. سناب ما تحس انه يعني نفس قوه تاثيرك على اليوتيوب. يعني اليوتيوب في بعض الحركات تقدر عرضه تفجر اي منصه تبغى. يعني تقدر تنزل الان مقطع، ونادر يصير انك تنزل الان مقطع مثلا في الساعه الفلانيه وتقول لهم تعالوا الان عندي بث تفجر بثك. تنزل مقطع تقول لهم الان نزلت تيك توك ولا سويت لكم جيف اواي في المنصه الفلانيه تعالوا الان على طول. فممكن بالسناب استفيد اقل. انا جربت الثنتين، لاحظت اليوتيوب لا يقارن من ناحيه كتاثير، بس في بعض الاشياء السناب تاثيره فيه يكون اقوى. طيب اقول لك شيء، بعطيك مثال على هذه. مين اكبر واحد بسناب مشهور سناب؟ بنت. ارقامها قويه بمنصات السوشيال ميديا كامله؟ لا بس واذا ايه كليل. لكن اليوتيوبر تلقى موثق بالتيك توك وعنده ارقام، موثق بسناب عنده ارقام، موثق بتويتر صح ولا لا؟ صح. هنا الفرق. لا لا اساس اليوتيوب. ايوه الاساس اليوتيوب. روح يا جمهوري. اما سناب قليل جدا اللي تلقاه قوي بالسناب وعنده مليونين بالانستغرام وعنده مليون بتويتر وعنده بالتيك توك وعنده باليوتيوب. معلش. يمكن السناب قريب للتيك توك. طيب حلو معلش. كل اليوتيوبر او اغلب اليوتيوبر اللي يطلعون جمهورهم من اليوتيوب البرامج الثانيه بس يبدون من البرامج الثانيه. لا لا معلش انتم يا العيال كلكم ما رفضوا لحظه خلي ولا يعني انا ستريمر اليوتيوب. لا السناب تستعملونه بس في السفر، هذا رقم واحد. بدون سفر حد ذاك يتبعها. ما نستخدم باقي المنصات. ما تستخدمونها من ناحيه كتفاعل ما تفاعل تواجد. لا اتكلم مو تويتر اتحدى ادخل كم تغريده تغريده الشهر. حبيبي تغريده واحده تجيب تفاعل اللي بدايتها في تويتر. شلون بدايه تويتر؟ انت تقول ما يجيك تفاعل. مو ما يجيك تفاعل انا ما تستفيد منها. مو استفيد من اي ناحيه؟ يعني تكون متواجد. لا تكون متواجد بقوه في المنصه. ما تدخل منصة بقوة، لا تقعد انه تكون ميت بس كذا موجود ميت. ما في واحد بيتفاعل لك على كل منصات. مو بيتفاعل لا مو بيتفاعل مو بسبب يتفاعل. يعني مثلا سناب طبعا. سناب حاليا طيب مع سناب ولا واحد ممكن فعله. طيب اللي في السناب هل شوف يتفاعل باليوتيوب وتويتر وتيك توك وانستغرام؟ لا انا اقول لك يمديك تفاعله انت. ما في انا مفعل السناب انا مصور. يلا وش عند مصور الحين؟ وين؟ كم سناب؟ رد وجهه رد وجهه. لا والله يصور رايح. والله اني مصور انا. كم مصور؟ واحد ثلاثة أربعة خمسة. لا لا ها البارحة جتني هدية وصورتها على طول. هذه ما تصور سنابة واحدة. لا 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 من ابو صالح منزل انا هذه منزل ابو صالح مقطع يا عيال منزل قبله منزل منزل يوم احمد بالصالة قبله بيوم. أصبر. يعني امس خليني اقول لك شيء حبيبي انت قاعد تنزل لي بقطات. لا 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 مو منطق رايح ما اقدر انا علمك ما اقدر. اسالني ليش؟ لاني امس ساعتين اصور معك مقطع صح ولا لا؟ طيب قبل مقطعك اصور مع ابراهيم العمري. وانا اصور مقطع؟ لا لا اصبر اصبر اصبر. وقبل ابراهيم العمري قاعد اصور بقناه فريق، وقبل قناه فريق اصور مقطع نفسي وكان معي احمد، وقبله كان في امس يوم مضغوط متعب اصور سناب اصور مقطع يوتيوب معي جوالي سناب يوتيوب ما اقدر اقول يمديك والله يا رايد انه يمديك والله انت على شخصيتك يا رايد ادري خصوصا على شخصيتك يمديك تطق الجوال وتصور اي ايوه بس في حقك كلنا نفس والله والله غلط قاعد تقول ليش غلط؟
ما في واحد عنده منصة يقدر يمشي لك كل منصة بنفس الوقت. أنا ما أقول لك مشي، أنا أقول لك تبغى يتفاعل بالسناب بس بنفس الوقت عنده تصوير في اليوتيوب وعنده بث كيف يسوي لك دشة منها؟ شو المشكلة إذا هو طالع يا شباب؟ يلا سمعت لا هذه هذه ما حد بيتابع. أنا ما أقول لك بسوي، أنا أحاول. لو سلك بالسناب ما حد بيتابع. ها؟ يعني أنت تبي يطلع سناب؟ ولا بلاشي. أنا سؤالي بس إنه ليش ما قاعد تستغلوا السناب بس؟ ودام عندكم مشاهدات كثيرة، يعني أحمد ما شاء الله عنده حول مشترك في السناب. حول مشترك؟ حول مليون مشترك. وين حول مليون؟ ها؟ عنده مليون وبيدخل مليونين مشترك. بيدخل مليونين ما شاء الله تبارك الله. هذا هو ما يحرق. ليش؟ ليش؟ لأن عنده شيء أساس. عنده يا مرحبا اليوتيوب يقول يا مرحبا بالليل فانا يا هلا يلا يلا. أحبكم صدق قاعدين دافع عنكم حق اليوتيوب. والله العظيم نحبكم أقسم بالله. فهذا أيوه تفضل. أنا بالنسبة لي أشوف ما مقتنع الصراحة. أشوف إنه عندكم مشتركين في السناب لكن ما قاعد تصورون. مو بلازم ما تصورون إلا على واحد يا سبب. مو بلازم تقتنع. لا والله طالع فيني لا تقتنع. أقول لك شيء، اللي عندي مشتركين بالسناب يكفي إنهم إذا نزلت سنابات يستمتعون. والله العظيم مو أي شيء. لأن ليش؟ طيب أقدر أصور السلام عليكم إحنا جالسين الحين. لا لا الله هذا الشيء. طيب رايد لو تخلي ساعة في اليوم للسناب. فوبيا المرتفعات. تكلمنا عن الموضوع. كذابين. والله العظيم. متى؟ تكلمنا عنك. طيب يا عيال احلف بالله. والله العظيم. طيب يا عيال قسما بالله عندي فوبيا مرتفعات شنيعة. أنا بتكلم طيب. تكلم. يلا حنا دكتور نفسي أستاذ رايد. مين اللي شالها مني؟ هذا. شال منك فوبيا مرتفعات. وأنا في الطيارة بالإقلاع. هذا من السعودية. أوكي؟ من السعودية. شفت المجلس واحد نزله ما شفته؟ لا والله. ما شاء الله. صرفت عن الموضوع هذا وانك خواف وانه احمد اللي اقنعك وشجعك وصملت. وصلت في الحلقه الاخيره. ايوه بالحلقه الاخيره من اللي خاف؟ انا كمل الكرسي وقاعد اقول كل يا الله والله هذا الحظ. لان الموقف اللي يوم اقنعنا اقسم بالله انه قد جاني. والله قد جاني الرعد والبرق يمين ويسار. يا عيال يا عيال الطيارة صارت نور كثير. أيوة والله اسمع خلنا نفتح لكم موضوع يا حلو شاب جميل. نتكلم عن ابو خالد. والله اني داري والله. يوم مثلت مع شباب البوم كم عطوك؟ حلوة دي والله والله انها طيبة. المبلغ اللي استلمته في الحلقة. يا اخي انا نزلت مقطع في قناتي في اليوتيوب ما قلت المبلغ. كذاب. لا والله ما قلته. لا قلته انا في اليوتيوب. والله ما ادري بس كذا ما اذكر. انا شايف مقطع ما اذكر. حدود العشرات ثمانية لا اقل اقل. والله عقلي سعر واقول لك اقل. خمسة. أقل. خمسة اقل اقل خمسة. اي اقل ثلاثة. 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 ايوه. وكم حلقة واحدة؟ حلقة واحدة ومن افضل التجارب ومن افضل الناس اللي قابلتهم هناك. طيب كم ساعة جلست في التصوير؟ 13 ساعة. 13 ساعة يعني تقريبا من 2 الظهر او 3 الظهر الى الصباح او 3 الفجر تقريبا. 3000 ايه ساعات تسوي متر يعني. لا لا كان وقتها يعني ببرنامج كبير و كم ساعة؟ 13 تقريبا. والله اني ما ادري. والله 13 ساعة ضرب 60 دقيقة اي ما يعادل 780 دقيقة. استلمت انت 3000 ريال يعني لو نقسم 3000 على 780 بزنس في الساعة في الدقيقة الواحدة تستلم 3 ريال. يب. بس كان وش مو همي فلوس. تلفزيون إيه. شباب البوم ماني عارف ايش. رجال. مسلسل ما شاء الله كان يعني وقتها لا اله الا الله عرف. وطلعنا فيه ومن افضل التجارب والله اللي اخذتها. ما شاء الله. من افضلها والله. تعيدها طيب؟ ترى حتى تعيدها؟ حتى ها؟ تعيدها؟ شباب البوم؟ إيه. اعيد، ليش ما اعيد؟ حتى احمد ايش؟ حتى احمد طلع في طاش ما طاش. الله يقطعك والله انا قلت لك حلفتك ما تعلمت. ودي اوريهم المقطع. ترى اتوقع في نص المقطع طلع. انا طلعتكم انا طلعنا كمبارس بس ابي اوريهم المقطع ما لقيته. طلع طاش ما طاش احمد. مستحيل. مستحيل. في الحلم حقه هذا. مستحيل. طيب فارس. حبيبي. ليش حقين فيفا؟ ليش؟ يبغى يتمشى. لا لا طيب يا تدرون ايش ودي صدق؟ والله العظيم اني مكتب عليكم والحين ابعث عن الموضوع هذا واعرف واحد من الشباب وكيل مدرسه، ودي اصور مقطع بمدرسه. حلو والله العظيم. بس كيف؟ انا ماني خايف. شوف انا اقدر اني اصور مقطع بمدرسه، بس خايف من شيء واحد انه الطلاب
اهاليهم ما يبون يطلعون مقطع يوتيوب، فهمت؟ ايه هذه المشكله. ولا اقدر؟ لا بالعكس، اشوف إن فانا بحاول يا جماعه الخير اني اجي في اي مدرسه، ما ادري يمكن اطب عليك مدرستك انت اللي تشوفني. السلام عليكم استاذ جديد. والله اني عيب احس اني اصلا مدرس رياضه. بالله ما اصلا لا لا كيف دي؟ هذا كذب. انا دخل احس دين عمره شفت درس رياضه سكس باك مجسم؟ مستحيل. كلم كلم برم اجتماعيات اثنين ثلاث اربع اجتماعيات. شوف خليني بقول لك شيء انت ما ادري عنه. اجتماعيات هذه ترى انا ما لحقت عليها تجيني قسما بالله العظيم. ايه تاريخ عنده هو. ايه تاريخ. ايش اجتماعيات؟ والله عندنا تاريخ. انت حتى عندك قد تسوي تاريخ. اجتماعيات ما لحقت عليها. في اشياء كثير اجتماعيات. المدارس الحين عيال يجلدون نفسنا قبل ولا لا؟ لا صحيح. اسالك بالله هي ممنوع والله. طيب عيال ورب الكعبة يا اني انجلد قبل المدرسين اللي عندنا يجلدون جلد عيال من اتفع الاشياء. طلع وصل اني لاقم فلكة اتكلم فيها انا حبي بعد قدام قسم بالله من اشياء اشياء تافهة جدا اني بس طلع انفصل. ليش طلع انفصل؟ تعال صح لولا اثنين ثلاث اربع لي احمر لي احمر بس تعرفون اللي الاحمر يا جماعة لي احمر اللي قال كذا مدلعين تراكم مدلعين انتم الحين اللي ما تنجلدون والله مدلعين. ايه والله اني اذكر استاذ استاذ يطلع يدي برد ريشه بشتي طلع بعدين حط قلم يا سلمن 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 سلمن. طيب لاحق على دي زل هذه يطلع يطلع كذا تقولها يا الله هذه العنف. المشكله ما تصيح بس تدمع تقولك تصيح قهر قهر والله قهر تقهر تقهر. هاي لا يوقفك يا قبل يا الله. طيب في سؤال ليش كل مدرس وطنيه يا عيال يكون حبيب؟ انا ما ادري عندكم وطنيه ولا خلص ثاني والله والله يعني اسهل ماده عندنا وطنيه. اي وقف وطنيه في وطنيه ما ادري ما اتوقع وش بدالها في وطنيه. وطنيه اسهل ماده دي وافضل ماده. والاستاذ اي واحد يدرس وطنيه الان سهل طيب ما ادري ها ادري كذا لا ما في وطنيه ما في ما اتوقع والله. اي الله المستعان. اي قبل ترى الجيل جيلي انا متوسط كله مشناب ودقن ورب لا قصدك العكس. خلنا دام جيل ما جيل رايد كم كان توظفت فيه؟ اكثر من 10 او 11 وظيفه توظفت فيها. انا كنت كاشير في العثيم. انا كنت كاشير. انا وش اللي خلاني اطلع من الكاشير؟ كنت كاشير على بدايتي باليوتيوب جلست 3 شهور. وش اللي خلاني اطلع؟ في بنت الله يسامحها دنيا واخره صورني تقول هذا كان عندي 50,000 مشترك او 100,000. شوف اللي يصور في اليوتيوب اخر شيء كاشير. هي قالته ولا ما قالته؟ حزت خلاص تستهبل بكيت. اقسم بالله اني رايح ابكي والله قهر كلام يوجع قهر. ابو يوم يقول السالفه لابوي ابوي عرفت جاته غصه من القهر. 3 شهور وكان ابوي خوي مدير الفرع. عرفت مدير الفرع اللي انا يوم دخلني كان يجيني عجز بالاشهر وماني عارف ايش. لا اسددها مرات. اول ما قالت الكلمه دي ومن بكره استقاله خطيه سطر واحد ما ادري اكتب ما راح اداوم. الله يعطيكم العافيه لكل شيء اسمه ده هذا ما سلام. والله العظيم اقول لك بكيت أزالت. يعني في ناس وين توظفت بكارفور. كان في كارفور اذا بعت اكياس في يعطونك اكياس معينه كل واحد 3 ريال كيس غريب كذا كبير. واذا بعت كميات يعطونك شيء كذا بونص وترقى بسرعه. يجي الزبون صح كيس مبرد يجبد هذا مسوي شحاد مشحاد يشترون 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 وترقى بصير كاستمر سيرفيس. وش هذه؟ اللي ارسل مايك وسولف. باقي 5 دقائق على الاذان. الزبده كارفور كل الاغلب اجانب. فرنسيين امريكان كل اجانب. انجليزي. قالوا لازم تتكلم عربي انجليزي. انا ما اعرف. قولوا لي كلام بالانجليزي. دير كاستمر واكتب بالعربي دير كاستمر. هايبر ماركت. هايبر ماركت. اقولهم اقول انجليزي. دير كاستمر هايبر ماركت. تقول لي كلوز افتر 20 مينيت. شوف. والله اني ما نسيته. والسبب اللي خلاني افصل يعني صدق يعني كرهت ترى ما دومت دير كاستمر هايبر ماركت يومين بس ومصاب نفسيتي كانت تعبانه. ليه؟ تقابل العالم تلقى الزين والشين والوسخ واللي لسانه وسخ ولا لا 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 انا هذول كلهم اتحملهم عادي الا اللي يحط فلوس بالارض مو بالارض على الطاوله مستحيل اخذ يعني حاسطوط طوط 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 الفلوس ما يتنيها يد بيد لا يحطها على هذا. والله العظيم اني امشي واخلي الهندي يجي يحاسب مستحيل. ليه؟ ما احب عندك قدامي صح؟ حطها ياخذ من على الطاوله ما قهر اموت غبنه. قد قبلني طبعا في اسعار 95 هله ايوه 95 هذه نحطها في الايتام وشيء ايوه صادق 95 هله زين
ويجيني واحدة جو كبير بالعمر قالت لي أنت حرامي 95 هلا وتاخذ مني ريال رجع لي 5000. أنا صدعت. طيب مو أنا مش دخلني أنا ماني بصاحب إلا أنا غصب عني ريال. قلت لا مكتوب 65 هلا صح أعطني 5000 يا ولد يا بنت الحلال يا يصير يجيك عجز. لا لا ايش سويت؟ أعطيت ريالك هذا ريال أعطيني 65 هلا أعطيني يلا جيب وسياح وأنا قلبي المدير وكل مدير يقلب علي وصحبت الوظيفة من بعده. والله العظيم كم أكثر شيء كم أكثر عجز جاك؟ والله جاني كثير والله. وش عجز علي عشان الناس عجز أنا جاني يعني واحد وحاسس يعني أخي فهم الناس عجز أشياء ما حسبتها يعني أو أشياء حسبتها بس ما دفع الفلوس هذا يعني أشياء 30 ريال دفع لك 25 هنا عجز 5 ريال وينها؟ طيب يا دوبك الراتب أنا يجيني واحد واحد العمالة ويحاسب الموز ماني عارف ايش وذا حسابه تقريبا 100 وعليها وانا انتظر الراتب حاسب شبكة انا ما شفت انها مقبولة وهي مرفوضة ندخلها في الدرج تصفطها صفطة وتدخلها في الدرج وهي مرفوضة ويجيني عجز كم مرة بسبب الحركة عجز 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 حق جاكم احد وحشتو كذا مسكين مشيتو ولا عبدو كثير والله كثير غصب عنك انت بتقابل ناس كثير يعني زي الموز هذا يجيك واحد مع موز وموي بريال تاخذ منه ريال ونص مستحيل يمشي والله ايوه اسبها طط وامشي عجز عليه غصب عني عجز على الجهاز رقمك على الجهاز ترى كل اخر يوم تقول لك هذا حق المويه تقدس فلوس تحسب ايه جلد كامل اقسم بالله تعب أقول شيء رمضان رمضان زليت ما تشوف الشخص ما تشوفه أغراض بعدين يطلع لك الشخص راضي أغراض فل كذا مكرونة يا الله أرني هداهم بس برمضان ترى يدبلون راتب يدبلون راتب إيه هذا معلومة جديدة هي تستهبل أبدام رمضان نفس دوامي العادي تجمع رمضان أو قبل رمضان تجمع لاتها 60 مكرونة 42 كرتون دجاج 55 كيس رز 7 فيمتو كراتين يا اخي رمضان رهيب جدا يا اخي فيه راحه اي والله طمانينه اي والله رمضان الجاي ما راح احرق بكذا تصريح من الان ليش لا لازم يكون يعني شو رمضان هذه صاد كريام القراء الله والله رمضان جماعة الخير دوروا القراء شدوا حيله الى هنا يا جماعه الخير وصلنا الى اخر المقطع الله يعطيكم العافيه ان شاء الله عجبتكم السوالف هذه اتمنى عزيزي المشاهد ما تنسى اللايك والاشتراك شيك تحت اذا انت مشترك باذن الله لا نقول لكم وداعا الى اللقاء في حلقه اخرى من مجلس رايد 3 لا اي دعاء كفاره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم مع السلامه